أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق أن فرعون أرسل في المدائن والأقاليم ومدارس السحر رجالاً يجمعون كل ساحر خبير متمكن من فنون السحر، كما قال الله تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. قالوا: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، تواعدوا في يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة، اليوم الذي يتفرغون فيه من أشغالهم. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ على شكل سؤال استفهام. هم الآن توجسوا خيفة من موسى، يعني هذه عادة المبطل، مثل ما يقولون بالمثل إنه يولم العصابة قبل الفلقة، مثل عامي. فهم الآن يحتاطون لموسى، لأن فرعون يعلم يقينا أن موسى عليه السلام من غلب فسيسحب البساط من تحته وسينصرف الناس إلى موسى، فهو عالم بهذا، فلهذا أحب أن يعطي موسى كما يقولون ضربة استباقية. وسيأتي بيان سخافة عقل فرعون لما قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، مع أن الناس يعلمون يقينا إن موسى عليه السلام ما كان يعرف السحرة هؤلاء ولا التقى بهم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. حتى هم، انظر سخافة عقول السحرة، انظر أنهم أيضا ما عندهم قدرة على قلب الأشياء إلى أعيان حقيقية. لو كانوا فعلا يستطيعون أن يقلبوا الليل نهارا والنهار ليلا والبعرة ذهبا لم يحتاجوا أن يطلبوا أجرا من فرعون، كان يسحرون فرعون ويأخذون جميع ما عندهم من الذهب ويقلبون، لكن هم أصلا هم أعجز وأذل من ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكهان قال: إنهم ليسوا بشيء. هنا فرعون وعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادوا من أجر، وأنه سيقربهم ويعلي منزلتهم عنده، والخلق كلهم عارفون بأن فرعون كان عبدا ذليلا مهانا محتقرا عاجزا، وإلا أصلا لما استعان بالسحرة. ألم يدعي أنه هو ربهم؟ الرب ما يستعين بأحد، ما يحتاج أنه يجلب أناس متفننين من السحر ويعدهم ويرتب لهم جوائز ويقربهم، الرب ما يحتاج إلى هذا الشيء أبدا. فكل الناس يعرفون أن فرعون أنه، لكن سبحان الله، شوف العقول كيف. فاستخف قومه فأطاعوه. لا تغيب عن بالكم هذه الآية العظيمة: إنهم كانوا قوما فاسقين. العقول إذا مسخت ما صار الإنسان يفكر بعقله، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يتفكرون. أما أشباه البهائم الذين رضوا لأنفسهم بالذلة والهوان، فهؤلاء لا حيلة فيهم. إذن وعدهم
ومناهم وأنه سيعطيهم وسيفعل. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وفي آية أخرى أن موسى أنهم هم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. والحمد لله أن الله وفق موسى أنه يجعلهم هم الذين يبدأون حتى يرى الناس كيف سحرهم العظيم، كما قال وجاءوا بسحر عظيم يبهر العقول. ففعلا ألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس كما قال الله في سورة الأعراف واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هنا جاء دور موسى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى وتلقف ما يأفكون. ألقى موسى عصاه فتحولت حية فأكلت سحرهم كله، أكلت الحبال والعصي، وخاف الناس وفزعوا، هم هربوا خشوا أن تأكلهم. تلقف ما يأفكون، تأكل ما يأفكون يعني ما يلقونه ويوهمون أنه حقه باطل. فهنا كما قال الله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وهنا قال فألقي السحرة ساجدين. لماذا ألقوا ساجدين؟ لأنهم رأوا الحق. ألقي السحرة ساجدين، الآية في الأعراف نفس اللي في الشعراء. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لا رب فرعون، لا فرعون الذي يدعي. تحولوا من التحدي السافر لموسى إلى التسليم المطلق الذي لا الذي يجدون برهانه في أنفسهم، عين يقين، شيء يشاهدونه بأعينهم. وهذا دليل على أن الحق بهرهم واضطرهم أن يسجدوا، بحيث أن الواحد منهم ما تمالك نفسه أن يقع ساجدا لله سبحانه وتعالى مباشرة. وهكذا الإيمان إذا وقر في القلب، إذا وقر الإيمان في القلب وعاين العاقل الإنسان اللي المبصر عظيم قدرة الله، ما يتمالك نفسه أن يستسلم لرب العالمين. ولكن الطواغيت المتجبرين كفرعون ومن سلك سبيله لا يدركون كيف يشرق الإيمان في القلوب، ولا كيف تخالط بشاشة الإيمان القلوب. فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم كما ملكوا أجسادهم يملكون، يتوقعون أنهم كما ملكوا أجساد الناس أنهم يملكون أيضا قلوبهم، وجهلوا أن القلوب بيد علام الغيوب. قال لهم فرعون متهددا لهم على الإيمان آمنتم به قبل أن آذن لكم، آمنتم، وهنا في الأعراف آمنتم به قبل أن آذن لكم، وهنا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. كبيرهم الذي علمه السحر، أصلا موسى ما يعرفهم كما سبق آنفا، ولا التقى بهم ولا بينه وبينهم ترتيب. ومن اللي جمعهم، موسى ولا فرعون؟ أنت يا فرعون أنت اللي جمعتهم، أرسلت في المدائن أناس يجمعونهم وما يحشرون الناس، فكيف تقول كبيركم الذي علمكم السحر؟ ولكن كان الخبيث حاكما مستبدا على الأديان والأقوال، وقد تقرر عنده وعندهم أن قوله مطاع وأمره نافذ، ولهذا بدأ يهدد، ولهذا قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وفي سورة طه لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الإيمان ليس شيئا يباع ويشترى. الإيمان كما قال الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا وقر في القلب يفعل الأعاجيب. الإيمان هو الذي جعل عمير بن الحمام رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال يا رسول الله وكان بيده تمرات، قال يا رسول الله ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء،
قال نعم، فألقى التمرات وقال والله لئن بقيت حتى أكل تمراتي إنها لحياة طويلة. هذا الإيمان، الإيمان يفعل الأفاعيل في القلوب. ثم لكن هذا من تمويه فرعون ليريهم أنهم ما غلبوا ولا انقطعت حجتهم، فقال إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر فتواطأتم أنتم وإياه على أن تنغلبوا له تنهزموا، وهذا يعلم هو قاتله الله أنه كذب، لكن إنه الإيمان. دعوة موسى، موسى يدعو إلى ماذا؟ إلى توحيد رب العالمين، وفرعون يدعو إلى تعظيم نفسه أنه رب الناس. فهذه واضح أن هذه الدعوة هي التي تزعج وتخيف، أنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع رب العالمين جل وعلا، لأنهم يحاولون أن ينازعوا الرب جل وعلا، وهم هؤلاء الطواغيت يقوم ملكهم على ماذا؟ على تنحية ربوبية الله سبحانه وتعالى، تنحية شريعة الله، وإقامة أنفسهم أربابا من دون الله، يشرعون للناس ما يشاءون ويعبدون الناس لما يشرعون، وهذان منهجان لا يلتقيان. إما أن يكون الإنسان عبدا لرب العالمين أو يكون عبدا للعبيد، وهؤلاء العبيد، هؤلاء الطواغيت هم عبيد لشهواتهم وعبيد للشيطان. قالوا لا ضير، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، يعني نحن لا يهمنا أن تفعل هذا بنا، لا يضرنا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فهم يقول نحن نطمع أن الله جل وعلا يغفر لنا ذنوبنا، وفي آية أخرى وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ويحتمل أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به، لأنه قادر أن يفعل بهم هذا، ويحتمل أن الله منعه منهم. والقرآن، في القرآن ما في تصريح أنه فعل بهم هذا أو لم يفعل، لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعل بهم ذلك، حيث قال إنهم كانوا في أول النهار كفار فجرة ثم أصبحوا شهداء بررة. ثم لم يزل فرعون وقومه مستمرين على كفرهم، يأتيهم موسى بالآيات والبينات، وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل مبلغ وعدوا موسى وعاهدوه أن يؤمنوا، كما قال الله وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. فلما يأس موسى عليه السلام من إيمانهم وحقت عليهم كلمة العذاب وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم الله جل وعلا من أسرهم ويمكن لهم في الأرض، أوحى الله جل وعلا إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن أسر بعبادي، أي اخرج ببني إسرائيل كلهم، أخرجهم من مصر متوجه إلى فلسطين، أخرجهم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، وفي طه وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون، وهنا إنكم متبعون يعني سيتبعكم فرعون وجنوده، ووقع كما أخبر، فإنهم لما أصبحوا إذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع موسى عليه السلام. قولوا أسر بعبادي، متى هذا؟ ليل ولا نهار؟ ليل، أي نعم، في الليل. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أرسل يجمعون الناس ليوقع ببني إسرائيل، وقال مشجعا لقومه إن هؤلاء
أي بني إسرائيل لشرذمة قليلون. إذا صاروا شرذمة قليلين لماذا تجمع الناس؟ لماذا ما تقضي عليهم أنت واللي معك؟ وإنهم لنا لغائظون، فلا بد أن ننفض غيظنا في هؤلاء العبيد الذين أبقوا منا وفروا، لا بد أن ننفض الغيظ فيهم. وإنهم لنا لغائظون، وفعلا هم غاضوا فرعون وقومه. وإنا لجميع حاذرون، أي الحذر على الجميع منهم، وهم أعداء للجميع، أعداء للجميع، وهم أعداء في الواقع لفرعون، لأنهم سيزيلون مكانته، سيسحقونه سحق، وهو يوهم أنه عدو لهم، عدو لي وعدو لكم أنتم أيضا. وإنا لجميع حاذرون، وفي قراءة سبعية وإنا لجميع حذرون، وهما لغتان، حذرون وحاذرون. فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم ونفير عام، لم يتخلف منهم رجل واحد، لحكمة يعلمها الحكيم العليم سبحانه وتعالى، ما تخلف منهم إلا أهل الأعذار الذين منعهم العجز. قال الله جل وعلا: فأخرجناهم من جنات وعيون، بساتين مصر وجناتها الفائقة وعيونها المتدفقة، وهذه الزروع التي ملأت أراضيهم وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم، خرجوا منها، وكنوز ومقام كريم يعجب الناظرين ويلهي المتأملين. تمتعوا بهذا دهرا طويلا، وقضوا لذتهم وشهوتهم التي كتب الله لهم عمرا مديدا في هذه الأماكن وهذه البساتين وهذه الجنات والعيون، لكنهم قضوها على كفر وفساد وظلم لأنفسهم أولا، وظلم لأنفسهم أولا، ظلم لبني إسرائيل ثانيا، وعاقبة الظلم وخيمة. ولهذا في آخر سورة الشعراء: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، هذه البساتين والعيون الجارية والزروع والمقام الكريم أورثها الله لبني إسرائيل الذين كانوا قبل ذلك عبيدا لفرعون والأقباط. أي كانوا متجهين إلى جهة فلسطين، لكن الآن خلاص انتفى المحذور، انتفى المحذور، فرجعوا مرة أخرى إلى مصر، كما قال في سورة الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ما كانوا يبنون من العمارات كلها دمرها الله وأهلكها. كذلك وورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، يعني في وقت، يعني اتبع فرعون وقومه موسى وقومه وقت شروق الشمس، وساروا خلفهم على غيظ وحنق قادرين. فلما تراءى الجمعان رأى كل منهما صاحبه، قال أصحاب موسى شاكين لموسى وحزنين: يا موسى إنا لمدركون، وذلك أن موسى انتهى ببني إسرائيل إلى سيف البحر، ما أمامهم شيء إلا البحر أمامهم، وفرعون وجنده خلفهم. قالوا يا موسى إنا لمدركون. فقال موسى عليه الصلاة والسلام مقولة الواثق بوعد ربه المتوكل على ربه، قال: كلا، وهي حرف ابطال، يعني ليس الأمر كما ذكرتم إن مدركون، لسنا كذلك، كلا إن معي ربي سيهدين، سيدلني لما فيه نجاتي ونجاتكم أيضا، كلا، من قال لكم إن مدركون؟
قال الله: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. البحر خلق من خلق الله، ضربه موسى ضربة واحدة، لا إله إلا الله، فانفلق. هذا الماء، هذا الماء، هذا البحر بقدرة الله أصبح 12 طريقا، كما قال الله: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. 12 طريق على عدد قبائل بني إسرائيل يمشون في أرض واضحة بينة جافة يابسة، فكان الماء بقدرة الله بين هذه الطرق الاثنى عشر كالجبال، قائم واقف الماء بقدرة الله القوي العزيز. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. 12 طريق، كل طريق بينهما الماء واقف، بحيث أنه كل مجموعة تمشي بطريق ما تخاف على المجموعة الثانية، تراه من خلال الماء الشفاف. كل طريق وكل جماعة يمشون مع طريق يرون أهل الطريق الثاني وهم يعبرون. البحر الأحمر هذا بحر القلزم. فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل. فدخل موسى وقومه، قال الله: أزلفنا ثم الآخرين في ذلك المكان. ثم تدل على المكان، يعني فرعون وقومه قربناهم وأدخلناهم في ذلك الطريق اليبس الذي سلكه موسى وقومه. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. لما استكمل موسى عليه السلام وقومه خارجين لم يتخلف منهم أحد، واستكمل فرعون وقومه داخلين انطبق البحر عليهم، فأهلك الله جل وعلا القوم الظالمين، هلكوا عن آخرهم. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: ثم أغرقنا الآخرين. فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إن في ذلك، في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصرة والتأييد لعباد الله المؤمنين لآية، لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده ونصره لجنده وأوليائه، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فهو العزيز جل وعلا الذي أخذ فرعون، الرحيم الذي رحم موسى ومن معه. إن ربك لهو العزيز، له عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. الرحيم له صفة الرحمة جل وعلا، رحمته وسعت كل شيء كما قال: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من الصفات الفعلية يثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته كبقية الصفات. والقول في الصفات كالقول في الذات، فأهل السنة والجماعة منهجهم أهل الحق، واضح في أسماء الله وصفاته، يثبتونها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها،
ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.